السلام عليكم. اليوم جايبكم جهاز لابتوب صنع في اليابان. طبعا الجهاز لمس اصبع وتقدر تستخدم له قلم يصير لمس قلم واصبع. القلم طبعا ما يجي وياه بس تقدر تشتريه انت. طبعا الجهاز من معالج كور اي 5 رام 4 هارد 320. الجهاز يحتوي على كاميرا ويحتوي على سيم كارت ويحتوي على بصمه، عندك منفذ لان للبرمجه للراوتر، عندك HDMI للعرض على شاشة بلازما او داتا شو، عندك VGA هم للعرض على الداتا شو. الجهاز يحتوي على اكثر من منفذ USB. حجم الجهاز طبعا 12.5 انش، تقدر تستخدمه للاعمال المدرسية المنزلية، الدراسة على الانترنت، الالعاب. الجهاز يعمل بنظام من الويندوز والاندرويد. الجهاز يحتوي على بطاريتين فتشي جدا راقي. الجهاز باله يعني مستخدم جدا قليل، بيه ضمان 15 يوم استبدال. سعر الجهاز 235، توصيل مجاني لكل العراق. للحجز راسل الصفحة ودز رقمك وعنوانك وبخدمتك. طبعا الجهاز يحتوي يعمل بنظام الويندوز والاندرويد، يعني ويندوز واندرويد. جهاز صنع في اليابان، حصرا صنع في اليابان، يعني ياباني اصلي. تيجي ويا الجهاز ملحقاته يعني الشاحن والكرتون، يجيب لناكم من اليابان بالكرتون ان شاء الله. ولمس مثل ما دا شاهدون، لمس بالاصبع، تقدر تستخدم لمس قلم ايضا بس ما يجي ويا قلم، تقدر تشتري له قلم انت ب$7 وتستخدمه لمس. جهاز جدا راقي، دوران 360، تقدر تستخدمه كتابلت وتقدر تستخدمه كحاسبه. مفيد جدا للاعمال الدراسيه، مفيد جدا للوورد، الاكسل، البرامج المونتاج، الفوتوشوب، مفيد للدراسه، مفيد للالعاب، للاستخدام المنزلي، للاستخدام الدراسي. جدا حلو حجم الشاشه 12.5، طبعا على الهيئه هذا يجي بالتشيس والكرتون مالته. وهذا راح اراويكم صنع في اليابان، طبعا جهاز ياباني جدا راقي. الحلو بي يحتوي على بطاريتين يعني شحن انساه. هذا يعني مثل ما تشاهدون صنع ميد ان جابان، ميد ان جابان. اغتنم الفرصه لان الكميه محدوده، حزوا من عند مدارس اهليه مؤسسات حكوميه لكونه من شركه رصينه، شركه فوجستو. الموديل مالته هذا 731. للحجز راسل الصفحه ودز رقمك وعنوانك وبخدمتك احنا وتدلل وتامر.